السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذا الخبر العاجل. أعلن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الثلاثاء معاقبة عدد من أتباع التيار في عدد من المحافظات. وقال الصدر في بيان نقله عنه صالح محمد العراقي في بيان نسخة منه في تاريخ 31 آيار 2022، إن الأسماء المدرجة أدناه يستغلون اسمنا آل الصدر ويستغلون اسم الجهاد والمجاهدين في سرقة أموال الشعب بغير وجه حق. وأضاف: فأجد من المصلحة التبرؤ منهم ويحال أمرهم إلى الجهات المختصة للتعامل معهم حسب القانون. وتابع: كما وينبغي على المحبين مقاطعتهم وعدم التعامل معهم، وإذا لجوا إلى جهات أخرى فسيثبت حقدهم، وإذا تابوا وأصلحوا فبابنا مفتوح لهم. الوجبة الثانية: أولا حيدر منذر غريب اللامي من ديالة، 2 سعد برقي بابل، 3 ماجد حميد شذر ديالة، 4 علي لفتة بغداد، 5 جميل حربية ناصرية، 6 يوسف عبيد الشمري بابل، 7 علي نجم بغداد، 8 علي هادي صالح الدليمي بغداد، 9 علي سلمان زيارة ميسان، 10 أحمد محي بابل.